الحين طالعني انا واحدة متزوجة ما اقدر عشان اكسر ريولك واسوي تشوبستكس. اجوان انت مصدقك؟ انت موافقة المحتوى اللي بالايميل هذا؟ عيسى انت شايف فترة الركود هذه اللي احنا قاعدين نمر فيها لازم نستغل اي فلس يدخل علينا. عيسى المرة مليونيرة، تدري شنو يعني مليونيرة؟ وهالمليونيرة مالكت شركتنا تسوي فيها اللي تبيه، وهالمليونيرة مالتك تعدي لنا شركتها حق دعاية واعلان وانا قاعد استعبط. لا يا حبيبي احنا اللي قاعد نستعبط، احنا من فتحنا الشركة هذه ما سوينا الا 3 اعلانات والباقي كله سلك بيض ومش حالك. عدل كلام رايلي، اكيد هالمليونيرة هذه سمعت طراطيش حكي ان احنا نقدم خدمات جليلة وما نقصر مع احد وايادينا بيضاء على قولتهم. عدل كلام مرتي، حين المهم من الجريئة اللي راح تقوم بهالمهمة هذه؟ لحي طالعني انا متزوجة حبيبتي. عاد خلاص شنت قاعد تقطين عمرك ها هدي عشان نسوي قلبي التنبيه واجب. عاد من كثر البنات اللي عندنا كلهم ثنتين جوان وسماء. ايش قصدك يعني ايش قصدك؟ شايف شنو بترسويه هي؟ مو انت متزوجة؟ زين يا جماعة تحقون سهير متزوجة بعد؟ أنا أشوف الأنسب أجوان يعني مو تقليل بسماء وجمالها بس أجوان هي أنسب واحدة حق المهمة. أوه. وليش أنا؟ أنت يتناسبين كل الرياي اللي بالمجرة للأمانة. إلا ريلي طبعاً. النور شفيج خاف الحين الجماعة يقولون هذه مو صدق أنك متزوجة خلاص سكتي. فاي سكت عني شوي وتغير على رفيجاتي. المهم أنا عندي وجهة نظر مختلفة بهالموضوع. أنا خاف إن الهدف يبلع الطعم وعقبها كذي نطلع إحنا مو مستفيدين شيء. أنا أقول ما نجازف بأجوان وندز السماء. صح أنا أيد سعود، أنا أشوف إنه ما نجازف بأجوان سماء أنا أشوف الأنسب يعني. دام خربة أنا أقول سماء. ما شاء الله شوف الكل قام يتحادثني اليوم وحافظين اسمي بعد. سماء حبيبتي بعد شو نسوي؟ سامحينا بعد بس ترى كلامهم كله عدل. سماء يعني ما يصير يعني صراحة أنا ودي أخلي منيرة بس إنه ما يصير والله ما يخالف سامحيني. إيش قصدك؟ الليل جراح وأنت؟ اللي تشوفونه